معطر للجسم، عايزه ميه ورد وتكون اللي هي الطبيه، ما تبقاش من عند العطار، واللي هي البيضه مش البمبة. ميه ورد من عند الصيدليه اللي هي خاصه بالتجميل وتكون بيضه مش بمبة. معايا زيت مش هقول اسمه طبعا، بس هو معروف ان هو زيت الاطفال. اكيد مش هقول الاسم، بس هو اكيد معروف يعني، تمام. ومعايا زيت عطري خام، زيت عطري خام ده ما بيتجابش من عند العطار، ما بيتجابش من عند العطار. مش عايزه الزيت العطري الخام اللي عند العطار، لا، هنروح لمحل تركيب البرفانات ونقول له عايزه زيت عطري خام بتاع البرفان، الريحه اللي تعجبك. دول كده 6 جرام، الازازه دي ب 25 جنيه. في ال 8 جرام ب 35 متهيألي. الازازه دي 6 جرام ب 25 جنيه. 25 جنيه وازازة مية ورد مثلا، وممكن تجيب الحجم الصغير مثلا هتلاقيها ب 12 ونص او ب 10، وازازة الجونسون اللي هي الصغيرة دي او اللي هو زيت الاطفال الصغيرة، حقكم عليا نسيت. فالموضوع كله معانا مش هيتكلف حوالي 50 جنيه، مش هيتكلف 50 جنيه. لما تروحي تجيبي ازازة السبلاش اللي هي بتاعت الجسم دي من بره، اقل حاجة وارضى حاجة وما بتثبتش في الجسم تكون ب 100 وشوية، يبقى احنا كسبانين ان هو يكون عندك. طيب الكمية دي كده تعمل لي 3 4 ازاز من دي. الكمية اللي انتوا شايفينها دي اللي هي ازازة مية الورد الحجم ده وازازة الزيت والزيت العكري ده، تعمل لي 3 4 ازاز من دي، يعني تملاها لي 4 مرات اللي هي الازازة الرفيعة دي. طيب تعالي يا نونا دلوقتي نبدأ نشتغل. عينيا الاتنين، حاضر. هبدأ دلوقتي اروح جايبة الازازة بتاعتنا، وخلوا بالكم من المقدار اللي انا هحطه. ماشي، عندي ميه الورد، وهبدا ان انا امسك الازازه ايا كان الحجم اللي انتوا هتستخدموه، وهبدا ان انا املى الثلاث ارباع ميه ورد، الثلاث ارباع ميه ورد. تعالوا كده، بسم الله. بصوا، شايفين كده؟ ده كده التلات ارباع مية ورد، اللي هي المية البيضة مش البمبة اللي بتتجاب من الصيدلية بتاعت التجميل. طيب واروح ماسكة الزيت اللي هو بتاع الأطفال، واروح عاملة كده. شايفين؟ اوه، الربع اللي فاضل إلا حاجة بسيطة كده، مية ورد، والجزء اللي فاضل إلا حاجة بسيطة زيت الأطفال. وأبدأ بعد كده أروح جايبة الزيت العطري الخام اللي إحنا جايبينه من عند محل تركيب العطور، الريحة اللي أنت عايزاها أيا كان النوع اللي بتستخدميه، روحي عنده. لو أنت مش بتستخدمي نوع معين، روحي عنده قولي له أنا عايزة أشم الزيوت العطرية اللي عندك الخام، ما تاخدهاش عليها كحول. خلوا بالكم اللي أنا بقوله، ما تاخدهاش عليها كحول، خديها خام. طيب أعمل كده وأشيل البلية الدورة بتاعتها دي. عشان إيديا مزفلطة من الزيت. بسم الله. مش راضيه. خلاص، لا خلاص فكت. بصوا كده، بسم الله. شايفين الجزء اللي فاضل كده، وابدا ان انا اعمل كده بالشكل ده كده، واعمل كده، اخلط كله مع بعضه علشان الزيت يتخلط مع الزيت العطري مع ميه الورد كده. بصوا المنظر، شايفين؟ ده كده من الزيت، الزيت الاطفال يتخلط كويس جدا كده مع الزيت العطري ومع مية الورد،
بقى عندنا اسبلهاش للجسم. خدتي الدش بتاعك وتبداي ان انت ترجي قبل ما تستخدمي عشان يتخلط كله مع بعضه، عشان اكيد بعد كده اما تحطيه هيروح يفصل سيكه، مش حاطين له ولا كحول ولا اي حاجه، فمعنى كده ان هو مش هيلهب لنا الجسم. ميه ورد بتنعم البشره وبترطبها، وفي نفس الوقت زيت الاطفال دوت بيرطب وبينعم حلو جدا مع الريحه اللي انت حباها. وتبداي ان انت الريحه اللي انت عايزاها بقى كده عملنا. بصوا بصوا اللمعه نفسها من الزيت. في ناس بتحب ان هي تستخدم الزيت بس تقول لك ايه، لا بيزيت ايديا او لا، اهو متخفف بميه ورد مع الزيت العطري، لمعه في منتهى الجمال مع نعومه مع ريحه حلوه. تاخدي الدش بتاعك وتسيبي جسمك مترطب وتروحي عامله السبلاش على ايديكي وتبداي ان انت تستخدميه في البيت. حاجه في منتهى الجمال والنعومه مش قادره اقول لك عليها عامله ازاي. يبقى احنا كده عملنا اول حاجه معانا. بصوا فاضل اهو الزيت العطري، وادي زيت الاطفال، وادي بصوا احنا ما خدناش حاجه يعتبر من نوايه الورد. تمام، عرفتوا ان الكميه اللي احنا جايبينها ممكن تعمل كذا ازازه. طيب نونا، هو انا لو جبت ازازه اكبر من دي همشي نفس النظام؟ اه، الثلاث ارباع ميه ورد، الربع زيت جونسون اللي زيت اطفال اللي حاجه بسيطه، وبعد كده تحط الزيت العطري بتاعك. خام ما يتجابش من عند العطار، يتجاب من عند تركيب البرفانات او حاضر يتجاب من عند تركيب العطور. الريحه اللي انت عايزاها نعومه وطراوه ولمعان مفيش بعد كده. طيب دي كده اول حاجه يا حمدي عملناها. احنا هنسيب المكونات دي كده معانا عشان نبقوا عارفين احنا عملناه من ايه. وادي الازاز الاسبلاش بتاع الجسم زي ما انتم شايفين كده، الزيت اللي هو بتاع الاطفال بالشكل ده كده، ببدا احطه مع ميه الورد اللي هي من الصيدليه مش من عند العطار اللي هي البيضة، مع الزيت اهو بالمنظر ده، مع الزيت العطري الخام، برجهم كويس جدا مع بعض بالكميات اللي انا قلت لكم عليها. وبنبدا ان احنا ده ما بيستخدمش يا جماعه برفان، يعني ما رصهوش وانا خارجه عشان عمال يقول لي ارص على الهدوم، ده ما بيستخدمش كبرفان. تمام، ده بتستحمي، وبعد ما بتستحمي بتبداي جسمك يبقى مندي كده ما تنشفوش قوي، وترشي بيه جسمك ممكن يقعد معاكي يومين وعلى حسب الريحه اللي انت عايزها.